سيدتي سادتي، أهلا وسهلا ومرحبا في برنامجكم الأسبوعي، حيث سنتطرق إلى العديد من المواضيع والعديد من النقط لتوضيحها حتى مصححة العديد من المغلوطات التي سادت وجلت في مجتمعنا المغربي حول فن الراب أو ما يسمى أصلا الغانغستراب. وشكرا. الحلقة الأولى والموضوع الأول ما هو الأوتوتون. سيدنا الأوتوتون ماشي شي حاجة جديدة. الأوتوتون واحد اللعيبة قديمة، حنا غنبسطو. الأوتوتون واحد لوجيسيال قديم. قبل ما يكون لوطوتون كانت واحد اللعيبه سميتها ميلوداين، وكان مسكين لانجيسون كيبقى يقاد بنوطه. شو واخا تغني ناخذ واحد الاغنيه وازار واي تشابه قدر يكون محض صدفه. يا شفشاوان يا نواره، نزيدو لها ريتم لا بلاش. نقدر انا نكون غنيتها خايبه، غيجي لانجيسون غادي يقادها، يقاد النوطات ديال صوتي في واحد اللعيبه سميتها ميلوداين. مع التطور، وحنا تبارك الله دابا في عصر الويب 3.0 اوف، وحنا في عصر الانتيليجنس ارتيفيسيال سيدي، اللي ولات هي تكتب لك الكلمات كاع وتعطيها الصوت ديال شي واحد وتغني لك به كاع. دايرين واحد الحاجه سميتها اوتوتون اللي كتصحح الفيرا كوريكسيون دي فوا با لاميليوراسيون، الفي لا كوريكسيون. الا كان صوتك خايب اش يدير صوتك خايب، واخا يديرو لك ماشي لوطوتون من غير هذا لوطوتون وميلوداين سابو الفيخ. ما نبقاش نطيحو الناس اللي ما كيعرفوش يغنيو، والناس اسيدي انا ما تنعرفش نغني وباغي نولي مغني وباغي نتساطح. واش حامل واحد تيتساطح في هاد البلاد هادي من غير الفن؟ تيتساطح حتى كيلقى راسو ما ندبرو عليها عاوتاني. كان أقل واحد الانترفيو كان دارو جلالة الملك الحسن الثاني الله يجدد الرحمة عليه مع واحد صحفي فرنسي، وكان سول واحد السؤال ويقول ليه ماتنو سي افو دو فوز انتريسي انو، حنا قرينا لغتكم اون فوز اكوتواي، ماتنو سي افو دو فير ليفور باش تفهمو لا كولتور ديالنا. اي جو بونس كو نقدرو ناخدو منها اون لوسون لدابا. احنا كبرنا مع هاد ويسكات ديالكم وحفظناهم واحترمناكم، حنا هاد البراش، حنا هاد الناس اللي تيخسروا الهضره ما تيحترموش تيديروا المخطرات، كنحترموكم وعمرنا قدرنا نطيحوا من الفن ديالكم، وانتوما اللي تتغنيو على الصويره وباللرج تدخلوا فينا بحال هكا. علاش؟ لماذا يا هذا؟ لماذا؟ واش نرجعوا للموضوع الحلقه سيداتي سادتي اللي هو لوطوتون. خاصك تعرف بان لوطوتون في العصر ديال دابا ما بقاش كيدار بور لا كوريكسيون دو لا فوا، ولا تيدار كوم ان نيفي بحال بحال ريفر بحال بحال ديلي بحال بور امبيليغ ان تي بو لا فوا. وكان معروف شحال هادي بسميه واحده اخرى. علاش؟ حيت كان الأستاذ والفنان القادر المتميز في عصره تابين كان كي اكزاجيري في لوطوتون. وهذا السوجي هذا كان تحل في 2013 2012، وكانوا ناضروا با وعيروا تيبين وقالوا لي تو بوزي لو راب. فإذا به يقوم الفنان الكبير والعظيم والقادر هو الفيلسوف، وسقي على كلمة الفيلسوف كاني ويست بيتشجيع الفنان تيبين لاستعمال تقنية أوتوتون لتعديل صوته، وأصبح يستعمل تدريجيا في إصداراته الفنية حتى راقت إلى أذن المستمع العلني. لذلك وأنا أصبحت تخونني الكلمات، بارك علينا ما هادشي يا الشباب، واحترمونا كيف ما كنحترموكم وكنقدروكم وكن
محشومه هادشي. حنا فنانه غنبقاو فنانه وغنزيدو نكبرو ونوليو فنانه كبار. احترموا الفنانه الصغار اللي هما حنا دابا. راه محشومه بداو طيحوا منا بحال هكذا. وراه حتى شي مغنيين ديال البوب كيديروا لوطوتون، علاش ما تدويش عليهم؟ ها طب ليه كده يا باشا؟ ليه كده يا برنس؟ ليه كده مشاكل وستريس ولخبطة و... خلي المزاج رايق يا عم. يلا باي.